تعتبر رياضة الجودو من الرياضات يلي تطورت في فترة الثمانينات من القرن التاسع عشر ميلادي، أضيف لها أساليب كثيرة من التربية البدنية والأخلاقية والفكرية. لنحكي أكثر عن رياضة الجيدو أو جودو وأهميتها، رح يكون معنا اليوم ضيفنا بالاستوديو الكوتش أنس الأفندي، مدرب وبطل جيدو السوري. صباح الخير صباح كوتش، أهلا وسهلا فيك. صباحكم، يسعد صباح سوريا. مثل ما بنقول دائما الرياضه حياه، فيسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه. بالبدايه خلينا نعرف نوعا ما رياضه الجودو لجميع اللي عم يتابعونا هلا. هي جودو رياضه قتاليه انشئت عن طريق المدرب الروحي والاب الكبير جوكورو كارنو بعام 1882. هي مستخلصه من لعبه جوجيتسو السابقه، تعدل عليها فنيا لكثير من الفنيات الارضيه والحركات اليدويه والذراعيه. طورت اللعبه وصارت اولمبيا في عام 1962 ودخلت سوريا، دخلت الشرق الاوسط بشكل عام، انتشرت انتشار واسع. هي فينا نقول من اقدم الالعاب القتاليه الموجوده بالعالم. صحيح. اهميتها ما بتقل اهميه عن اي لعبه قتاليه ثانيه، لكن فينا نقول انه هي ام الالعاب القتاليه اللي فيها التاتش، اللي فيها التماس بين الخصم واللاعب الثاني. هذا بشكل عام عن رياضه الجودو، يعني فينا نعرفها هي باللعبه فيها قوه زائد فن مرن. ما فينا نقول هي لعبه عنيفه، لا، هي لعبه اخلاق ولعبه. هي لهيك بتتميز عن باقي الرياضات. هي الاخلاق الرياضيه اللي فيها، الاخلاق الرياضيه اللي فيها. يعني اذا اليوم اي بطوله كانت او صادق او لاحقا صارت، حتصير اي خلل او اي كلمه او اي نظره او اي حركه بايد اي لاعب فورا بيكون في عقوبه، بيكون ما في اي. في العاب دائما احنا بنشوفها على التلفزيون، بنشوف كثير بيكون في عنف، يعني بتولد عنف عند المشاهد وعند الطفل وعند الكبير والصغير. فالناس اخذت فكره انه اللي بيلعب لعبه قتاليه فهذا شخص عنيف. مو بالضروره، ومو بالضروره كل واحد بيلعب لعبه قتاليه فهو عنده عضلات او كبير او بيضرب او بيخانق او على طول عصبي، اكيد لا، بالعكس. بشكل عام حاب احكي عن الرياضات القتاليه، هي بتهذب الروح. وام الالعاب اللي بتخليك طول ريلاكس او بتخليك طول مفرغ الطاقه السلبيه اللي جواتك هي الجودو، لانه بتعلمك كيف تكوني مع خصمك بكل احترام وبشكل متبادل. يعني هلا قديش مهم كلنا بعد الظروف الصعبه والكورونا والحاله الاقتصاديه الصعبه انه نسجل. كوتش أنس، خلينا نحكي بدايه تعلم الرياضه. يعني دائما الرياضات بتكون مرتبطه ببعضها، لازم طبعاً يكون في لياقه للجسم طبعاً لحتى توصل ستيب باي ستيب، ولكن خلينا نحكي بالبدايه من اي عمر وكيف بنوصل لحتى نكون ابطال ببطولات مثل حضرتك. انا حبكي على الصعيد الشخصي، انا كنت بلعب جودو بعام 1992. نعم، بلشت الرياضه عن طريق الدورات الصيفيه. بالصيف تنمت عندي الموهبه، او شافوا الاساتذه انه انا في عندي موهبه ما بهاللعبه، فنميتها وصرت اتدرب فيها اكثر. كنت روح بس بالصيف، بعدين صرت روح يوم ايام لا بشد اثناء الدراسه. اثناء العطل ما كنت اهمل وقتي وروح وين ما كان، لا كنت روح على النادي اتدرب. بصراحه صار في عندي شغف لهاللعبه، حبيتها وتمرنت فيها. اللياقه عندي هون خلقت جواتي، يعني قال اليوم من شبع على شيء شاب عليه. صحيح. انا خلقت وانا بهذا الجو، يعني ما خلقت وانا بروح مثلا رحل او شيء، لا انا عندي وقت فضى استثمرت نوعا ما وقتك بشيء مفيد. فاللياقه عندي كبرت، او بصراحه القوه، يعني مثلا اليوم كثير ناس بتشوفني تقول انه انت بتلعب بالجيم كثير، لا انا بصراحه ما كثير بلعب بالجيم، انا ثلاث ارباع جسمي هو عباره عن حركات سويديه وخلقت رياضه جوات جسمي. انا اليوم لو بقطع مثلا ركض او بقطع جيم، انا لياقتي هي واحده واحده ما تغيرت، لان هي اساسا بعمر صغير تمام بلشت. فانا بنصح اليوم اي حدا بده يعني يخلي انه بالمستقبل اطفاله واولاده انه يهتم فيهم من هو صغار. اليوم الاساس هو الصغير. انا كثير ناس بتقلي انه انا فيني العب جودو هلا، اي فيك العب جودو هلا. اي عمر صح؟ اي عمر الصح؟ الطفوله. يعني اي عمر؟ بعد ست سنوات؟ فينا نقول بالست سنين سبع سنين. نعم، يعني بعد ست سنوات هي الافضل. نعم، لانه في كثير الجودو شوي معقده. شوي فينا نقول ما لنا هي كيك او بوكس، انه حركات بسيطه اي حدا بيقدر يعملها. بصراحه هي بدها تجانس بين الكتله العضليه والكتله الذهنيه بالجسم، يعني كتله عصبيه عضليه.
وهي جودة بالذات بتنمي هالقدرة لأنه تصير في ارتباط في كونكشن بين الكتلتين العضلية والعصبية. وهي أساسا هيدا مبدأ الجودو لما نقول أخلاق رياضية. نعم. فهي قديش بتأثر حتى بحياتك اليومية بمفهومك للحياة هون، قديش بتأثر على شخصية الرياضي إذا بلش بعمر صغير نوعا ما. إحنا في مقولة كلمة عارفة، العقل السليم بجسم السليم. صحيح. ما بالك إذا أنت عم تشغلي جسمك بالرياضة، بدك تشغلي عنها كل مفاصل ذهنك لحتى بس تعرفي تاخذي فنيات زائد كيف ترمي وتنرمي بشكل او باخر. اليوم في مرحله كثير مهمه هي السقوط، بعد منها بيجي كيف نعلم الشخص انه كيف يرمي بدون ما ينأذى. انا مو اي حدا بحسن زدته وانا بطلع سليم، انا كمان يمكن انضر. طب انا كمان ما فيني كمان اي حدا زدته بدون ما اضره. اليوم في تكنيكال بيكون بالدماغ عم يشتغل معك مع ايديك ورجليك. بصراحه هذا الشيء ما بيلحق، يعني ما بيصير بسنه وسنتين. كثير ناس بدها تلعب جودة وتشارك بطولات حتى كمان انه هو مثلا عمره 25، اليوم جسمك قسي بده لياقه فبيعمر صغير افضل. حتى سوري الاستيعاب بصير انه يفوت المعلومه شوي بطيء او شوي ثقيل. الصغير وقت يربى بهذا الشيء خلص بالدي ان اي بجسمه بضل جوا عم يشتغل. بفوت على التمرين بفوت اوريدي عارفان شو عم يعمل الصغير. النصيحه الاولى والاخيره هي انه وقت انا بدي فوت اتعلم جودو، يا فوت انا وصغير يا بفوت بتعلم جودو انا وكبير ب 30 سنه لا اكثر. في الواحد بنحن الناس بس بصير بدي افوت بصراحه بطريقه اتعلم حركات دفاع عن النفس. برفع المستوى اللي اخذ جسمي، زائد اني بتعلم على طريقه دفاع عن النفس بشكل بسيط. اليوم الابطال بصراحه بتعتزل بال 35 37 سنه. فانا اليوم اذا بدت ما بعرف شيء لساتني عمري 30، فانا شلون بدي بقى ابلش من اول وجديد. فالنصيحه الاولى والاهم للاهالي قبل الاولاد انه انا اليوم بدي ركز على الطفل. انا بدي وجه تحيه لوالدتي انا وصغير. نحن كمان لا صباح اكيد ورضاها عن جد علينا كان كثير مهم واهتمامها فينا. طبعا هي والدي الله يرحمه كانت هي تخيط لي البدله بايدها انا وصغير. هي وقتها كانت خياطه. فانا وقتها كانت بتعرفي نحن صغار البدله تجي رقيقه شوي. كانت كأطول هي كانت حاطه الماكينه عم ترزق اياها. هذا كان في دافع من الاهل. صحيح. هن شافونا عم نروح، يعني كنا نرجع على البيت انا واخي كان شو اخذنا بالنادي نرجع نطبق بالصالون، يعني انه شو عملتوا شو سويتوا اليوم، هذا الشيء كان معنا بالبيت بالنادي. اليوم الاهل يا بحسهم انه السوشيال ميديا بالولد ماسك الموبايلات في العاب الكترونيه عم تصير او ما تخرب لي البيت. اي بس عود بس عود ولا تعمل لي شيء. لا لا نحن كنا نلعب. كنت عم بحكي مع هذا الوقت الفراغ الطويل اليوم بسبب الحظر مثلا والاجراءات الاحترازيه والله استغلينا الحظر استغلينا تماما. هي الاهل يستثمروا بشيء كثير مفيد ومهم مثل الرياضه، يعني ورياضه نوعا ما فيها اخلاق رياضيه تماما. فاحنا بنركز اكثر شيء على الدافع اللي جوات البيت اللي هو الاهل. انا اليوم بدي اشوف ابني هزيل شخصيته ضعيفه، اليوم الجودة بتعمل شخصيه كثير قويه. انا بمشي بالطريق مو بضرب حدا أو مو أي رياضي، بمشي أنا واثق من نفسي إنه أنا بإمكاني إذا أي شيء تعرض له أنا جاهز له. قوة بدنية، قوة ذهنية، قوة بالشخصية. يعني اليوم بصراحة كثير بنشوف شباب بحسوا إنه هو ما عنده طموح، ما عنده هدف. لا إحنا كنا صغار كان عندنا طموحنا نكون أبطال ونكون لاعبين منتخب، والحمد لله حققنا شيء رفعنا على بلدنا، رفعنا اسم عائلتنا اسمنا بشكل او باخر. نعم صحيح. كوتش خلينا نحكي عن البطولات يلي حضرتك شاركت فيها، حضرتك بطل سوريا بالجودو. نعم. خلينا نحكي عن اهم مشاركاتك، قديش كمان في بتعطي وانت بتستمد منها او بتاخذ منها. هلا بالمنتخب من عام 2000 حققنا بطولات سوريه كثيره وبطولات دمشق الدوليه، شاركت ببطولة البوسفور الدولية وزائد بطولة غرب آسيا وبطولة العرب. الحمد لله عملنا كثير إنجازات معنا مع المنتخب. كان في عنا مثل وقت نحن نسمع كان في بطولة برا البلد، صدقيني نحن كنا نروح ونرجع لا لفائدة مادية ولا لفائدة إعلامية. نحن حتى مظلومين الألعاب الفردية بشكل أو بآخر، مظلومين إعلاميا. صحيح. غير متابعة بشكل كثير ما بيسلط عليها الضوء بشكل كثير كثير مظلومة. هلا اليوم الألعاب الجماعية نوعا ما يعني ماشي حال، بس احنا كالعاب فرديه من زمان مظلومه. صحيح. اعلاميا كنا ننبسط انه عم نحاول احنا نرفع علم البلد. كنا عن جد ما احنا نحكي هلا بمشاعر، كنا عن جد نبكي، كنا ننبسط. كنا نحس حالنا عم نعمل شيء لقدام حيعملنا شيء احلى.
عم نجي احنا اليوم الحمد لله، احنا اليوم عم ندرب اطفال في عنا دورات. بصراحه بسبب كورونا وقفنا او ما عد عملنا شيء، لكن هلا الحمد لله الامور تحسنت كثير بهذا الظروف، بس الظروف هي صعبه. شو برامجكم القادمه اذا بنقول ان شاء الله في تدريبات للاطفال؟ في مشاركات ان شاء الله. اي المشاركات لا ما اجانا شيء لهلا، لانه حتى دوليا عربيا ما في شيء لسه نوعا ما بعدها. لا ابدا احنا لسه بس عم تحضروا حالكم لتكونوا جاهزين طبعاً. بكل احنا وقت طبعا حتى الحظ على فكره كنا عم نجهز حالنا وما وقفنا. نحن الحمد لله كمان كسوريا نحن احسن من غيرنا كدول عربيه بالنسبه لموضوع الكورونا، فاحنا عم نطلع ونفوت البلاد العربيه كثير واقفه تقريبا. صحيح. فما في اي دعوات خارجيه لحد هاللحظه. نعم. وكله كان واقف، لكن الحمد لله حققنا شيء وعملنا شيء انه للبلد. ما عندنا شك اكيد. صحيح. بالروح الرياضيه والاصرار يلي موجود بداخلك كوتش. تسلم يا رب. نحن اكيد كثير بننبسط بحضرتك تمثلنا وترفع اسم سوريا وتعلم جيل جديد. ان شاء الله هيك يطلعوا ابطال مثلك. شاء الله. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيك. شرفتنا. نشكرك المدرب انس الافندي، مدرب وبطل الجودو السوري، على وجودك معنا. كنا سعيدين ودائما فخورين بالشباب السوري اللي عنده دائما هي الاراده. شكرا كثير لك. عفوا. اهلا وسهلا فيك. شكرا.